أطلب من اللجان النيابية المباشرة بعملها فورا ابتداء من يوم غد وفي الأسبوع القادم يتم استضافة جميع وزراء حكومة تسيير الأعمال، كل من في لجنته، كل من في لجنته، اللجان معنية أمام المجلس وأمام الشعب. الفترة اللي اضطر المجلس أن يتوقف بسبب الوضع اللي كان، بعض الوزارات راحت إلى تصرفات مخالفة للقانون ومخالفة للدستور ومخالفة لكل القوانين المالية والإدارية. اللجان تباشر عملها باستضافة الوزراء، باستضافة رؤساء الهيئات، وتقدم تقريرها سواء بما يتعلق بقانون الأمن الغذائي أو ما يتعلق بأبواب الإنفاق الأخرى في قانون الموازنة، يعني قانون واحد، يعني قانون العفو الإدارة المالية بالإنفاق 1/12. بعضهم تعدى حتى هذه الصلاحيات وراح إلى صرف مبالغ بمليار دولار ونصف دون غطاء قانوني، دون غطاء تشريعي، وهذا التصرف البلد يعاني كثير. الوفرة المتحققة لازم نرجع نحسن سمعة العملية السياسية كلها أمام الشعب، نرجع نسوي طريق، نرجع نسوي خدمة كهرباء، نرجع نسوي خدمة مي، مو يتصرفون بها كيف ما اتفق. تتحملون مسؤولياتكم جميعا وأنا أتحمل معكم المسؤولية.